يبدو أن أخباراً سيئة جديدة بدأت تلاحق العلامة الأكثر شهرة في الوطن العربي جي إن، حيث حذر باحثون من أن الملابس والإكسسوارات التي تبيعها شركة الأزياء العملاقة جي إن تحتوي على مستويات عالية من المواد الكيميائية السامة المرتبطة بالسرطان والعقم. هذه الاتهامات دفعت الشركة للرد بأنها تأخذ سلامة المنتج على محمل الجد، وأنها تقوم بإجراء اختبارات بانتظام لضمان امتثال المورد لمعايير سلامة المنتجات. ولكن الفكرة هي آراء الناس الذين انقسموا بين مؤيد لهذه الدراسة باعتبار أن أسعار جي إن جدا رخيصة، متسائلين عن الخامات المستخدمة. أما القسم الآخر اعتبر أن الأمر سياسي بحت، وأن مواقف جي إن السياسية هي السبب وراء هذا الهجوم عليها. أما القسم الأخير اعتبره حرب علامات، حيث إن جي إن أصبحت تنافس أكبر العلامات التجارية وتقوم بحياكة نفس الموديلات بمواصفات مختلفة، وأصبحت البديل للكثيرين، وتشحن حوالي 1,000,000 طرد يوميا إلى الولايات المتحدة التي أصبحت أكبر سوق للشركة المملوكة للصين في السنوات الأخيرة، حيث إن جي إن تواجه سيلا من الاتهامات، منها مخالفة قانون العمل والاستغلال وسرقة التراث وحقوق الملكية. فهل هي حقا حرب على جي إن بسبب نجاحها الكبير، أم أنها حقيقة تم كشفها؟